السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء يعطيكم العافية على 30 متابع خلال شهر. والله شكرا شكرا شكرا. أنا اسمي فارس، أنزل بلوجات، أنزل سفريات، أنزل حياتي بشكل عام. زي ما تشوفون الفترة اللي راحت كنت مشغول مع وظيفة ستاربكس. طبعا ما يمديك تشتغل برا الجامعة، بس يمديك تشتغل داخل الجامعة. ففي الجامعة في ستاربكس وفي مطاعم ثانية، فاخترت ستاربكس لعدة أشياء. واحد، السبب اللي أشوفه مرة مقنع إن أنا في المستقبل أبي أفتح لي كافي. فإنك تشتغل عند ستاربكس شيء مرة يعني عرفتوا المعايير راح تكون أعلى، الطموحات اللي بيوصلها راح يعني بتكون أعلى. واحد من أخوياي يقول إن ترى في اثنين سووا نفس حركتك، واحد قاعد 5 سنوات وفتح له في الرياض، والثاني قاعد 2 سنين مع ستاربكس وفتح له محل قهوة في الحسا. فقلت أوكي، يعني في ناس سووا نفس حركتي، فهذه واحدة من الأشياء. وقلت أخلي ذا الفيديو أشرح اللي صار، كيف اني قدرت اخذ الوظيفة، واشرح انا ايش اتوقع نفسي بعد شهر، وايش اتوقع نفسي راح اكون يعني وصلت له، يعني بعد شهر اشتغل وايش وصلت، ايش الاشياء اللي اقدر اسويها، وايش الاشياء اللي لسه ما اقدر اسويها، وايش اتوقع بعد 6 شهور لما يجي وقت التخرج واخذ الشهادة. فلنبدأ. اول شيء صار ما فيه اني فتحت على الايميل ودورت على الوظائف. قلت انه دام انه ما عندي الا بس تخيلوا السمستر الجاي ما عندي الا كلاس واحد. فقلت باقي الوقت ما اقدر يعني وش اسوي فيه، حتى مع اليوتيوب لسه بيكون عندي وقت فاضي. يعني تخيلوا انا في الاسبوع كامل ما عندي الا يوم واحد 3 ساعات اروح فيه الجامعة، وباقي الايام فاضي. فقلت ليش ما اشتغل يعني منها اخذ خبره، ومنها يكون عندي يعني شوي ماده اللي اقدر اسافر فيها، اقدر اروح فيها، اقدر يعني اطول السفره. يعني اللي سافرت لوس انجلوس كنت مره اني مبسوط اني رحت، بس بنفس الوقت كنت مجمع لها. فتخيلوا انه عندك شغل ممكن يساعدك يخليك تسافر اكثر، او انك تجمعها لا سمح الله صار شيء. اذكر اني كنت دائما اروح اطلب عندهم، والنظام ما اروح اطلب اصف طابور، لا، عندنا احنا تطبيق ستاربكس، ما ادري اذا موجود بالسعودية، تقوم تطلب من التطبيق. طبعا انا هوايت موكا بس اطلبه وخلاص، اطلبه اصلا قبل ما عند اشارة الجامعة، خلاص لما اوصل للجامعة هو الدور الثاني، وعلى بال ما ارقى الدرج يكون طلبي جاهز، او انه يكون دقيقتين وبيجهز بدل ما اصف طابور ومدري وش. فاذكر ان بعد فترة لاحظ ان اذكر ان يوم ميلادي رحت عندهم، فقلت لهم ودي اشتغل. فقالوا لي خلاص امسك هذا ايميل للسوبرفايزر، قل لهم اني ودك تشتغل. وانا كنت افكر اشتغل في الاجازه الصيفيه. ففعلا والله قدمت، قالت والله ما في اجازه صيفيه، لانه اصلا ما عندنا زباين كثار، يقل عددهم مو للنصف، للربع من كثره انه ما حد، لانه يكون ناس جايين جديدين ما يدرون انه في ستاربكس، والجامعة ما هي بحط الشعار برا الجامعة انه ترى او في ستاربكس، لا، حط بس الشبابيك تشوف من برا، يعني اللي يكون داخل ستاربكس يشوف اللي برا، بس اللي برا ستاربكس حاطينها. فكلمتهم قلت لهم ابغى اتوظف عندكم، عندكم بالصيفي؟ قالوا ما في بالصيفي، في عندك في فترة الفول. هذا مكلمهم قبل اصلا ما يفتحون الاستقدام من ياخذون طلبات. تخيلوا انا يوم رجعت السعوديه في السنه اللي راحت نفس الصيف ذا، قدمت على كل الكافيهات، طيب ما رضوا، ما يبون واحد جديد ما عنده اي خبره، يبون على الاقل في عندك خبره. لاحظت ان في ناس يسوون مقابله جماعيه، يسال سؤال وكل واحد يجاوب، في ناس لا يمسكونك واحد واحد ويقول. وفي ناس ما يدور على صيفية، لا، يدور انه يكون معاك عقد سنة، عقد 2 سنين. اتذكر ناس قالوا ما شاء الله عليك عندك اللغة وعندك واضح انك تبي تتعلم، بس انه المشكلة عندك انك المدة، من قاعد اكثر من سنة وحنا نبي نبني فريق عمل ومدري وشو، يعني ماخذين الموضوع جدا احترافي. وانا ماخذه يعني انه بدخل بشوف ايش السالفة، اتعلم
وزي كذا تطوير الذات وحركات حلوة ذات أعلى. اللي صار انه قالوا يلا عندكم مقابلة يلا بنسوي جروب ميتينج. قلت اوكي جروب ميتينج معناته ان بالي انا معناته ان السوبرفايزر والموظفين ويسألوني ويشوفون هل اندمج معهم هل فيه اي ترابط. لا والله ما في. اوكي فيوم رحت اللي فيه انا وبنتين كلنا مقدمين على الوظيفة وما في الا السوبرفايزر والمساعد. كان النظام تقول انه انا بسألكم اسئلة وبكيفكم شوفوا من يبي يجاوب. اول شيء اول سؤال سألوني اياه انه قالوا متى اخر مرة كونت صداقة؟ كيف ترفع يدي؟ قلت انا كونت صداقة في لوس انجلوس كنا نصور الزهور والورود وبعدين جاء واحد مع زوجته وقال ايه هذه الوردة اللي ما ادري ايش فيها هذه النبتة اللي مش فيها وبعدين نسولف وناخذ ونعطي بالسوالف واسمه اريك. لا اوكي حلو ما ادري شو. قامت الثانيه جاوبت قالت اخر مره كنت اشتغل في الصابون حق محل صابون اسمه لش وكنت دائما احاول اساعد الزباين الا لما صاروا اصدقاء وصرنا نطلع وكذا. فقالوا اوكي حلو خذت الاجابه حقتها. قلت اوه ولك طولك. اضافه على كلامها نفس الشيء ذكرتني هي بحادثه صارت لي انه كان دائما يجون طلاب من كوريا ومن الصين ومن الهند وكنت دائما احاول اني ادخل معاهم بالجو وسولف واحاول اتكلم لغتهم ودا الشيء كان يخليهم يحسون انهم ما هم لحالهم يعني وكذا. قال اوكي حلو. واخر واحده مدري والله ايش قالت. بعدين السؤال اللي بعده كان ايش مشكله واجهتك وحاولت تحلها في اي شيء. فانا قلت لهم انا كانت عندي مشكله. قلت لهم ما كانت مشكله بس قلت لهم انه كنت اشتغل في محل كان اول شيء هو النظام يجيك نفس تشيبوتلي. وش تشيبوتلي؟ هو مطعم يخليك اول شيء انت اللي تختار تبي صحن ولا تبي خبز بعدين يقول لك تبغى رز ابيض ولا بني ويمشي معاك على الطلبات لين ما توصل للكاشير وبعدين وصلت عند الكاشير تدفع. فالمطعم السعودي كان يقول لي العكس كان يقول لي ندفع اول شيء بعدين نسوي الطلب حقه. قالت لي اوكي وقلت على طول رحت قلت حق مدير الفكره ان ليش ما نخلي العميل يمشي ويشوف الطلب يقول لك العين تاكل قبل الفم فخله يمشي ويطلب يعني هذه ربحيه اكثر لنا احنا لان هو بيشوف بس انه يشوف المنيو ويختار. فما اذكر والله قال لي سبب مقنع انه مثلا اذا سوينا حركه اللي يدفع يكون اصلا اوريدي الاكل موجود في كيس فيقدر اي احد ياخذ الكيس يهرب فيه. فحنا عشان نترك ذا الشيء ونخلي انه ما في احد يسرق الاكل قبل ما يدفع نخليه يدفع اول شيء لان الصراحه ما هو برخيص غالي يعني وبعدين نقوم نسوي طلبه. بس هذه الفكره. فقلت اوكي مقنع الفكره وسالوني كم سؤال بعدين قالوا اوكي خلاص الان بنوديكم تروحون تسوون دراج تيست وتروحون تسوون سكان ونبغى اعطونا ورقه قالوا اكتبوا فيها كل الاماكن اللي سكنتوا فيها خلال السبع سنوات اللي راحت. طبعا ما سكنت الا ثلاث اماكن سياتل عند العائله الاولى ويوم جيت هنا العائله الثانيه وهذه العائله الثالثه والف اللي جنبي اللي تكتب تكتب تكتب. خلصنا موضوع السكن قمنا ودخلنا فقالوا خلاص عندكم الاورينتيشن داي. الاورينتيشن داي يتكلمون عن الاكل وما الاكل والاشياء اللي تتجنبونها وش يصير اذا بالغلط جرحت نفسك وطاحت نقطة دم على الاكل. هل لسه تاكل ولا هل لسه تطبخ الاكل ولا هل لسه تقطع زبالة. فجاء الوقت ورحنا وجايبين من كل المطاعم اللي موجودة في الجامعة جايبين من سبوي جايبين من باندا اكسبرس جايبين من الكاشير اللي يشتغلون عند البوفيهات الجامعة وجايبين احنا ستاربكس ما جو اللي احنا بس الثلاثة. احنا متوقعين ان في ناس ثانيين بعد معنا لانها احنا كان الميتنج الصباح انا اتوقع ان في شفتين في ستاربكس في شفت صباح وشفت ليل انه هو من الساعه 8 الصباح الى الساعه 9 الليل
مستحيل كطالب انترناشنال تشتغل كل هالمدة، ما مستحيل، لان انت عندك بس 20 ساعة، اقل من 20 ساعة في 20 ولا 18، ما ادري، بس المهم انه اقل من، نقول 18 ساعة بالاسبوع. فقلت منها يعني منها اتعلم ومنها اطور نفسي. وصلنا عند الجزء اللي انا ابي اتكلم فيه، اللي هو ايش اشوف نفسي بعد شهر من اني اشتغل في ستاربكس. طبعا انا لحد الحين ما اشتغلت، انا توني مخلص الاورينتيشن اللي هو يفهمونا كل شيء، واستنى الان اتصال من السوبرفايزر. تقريبا لنا الان 4 ايام، الحين يوم الاثنين، فنستنى متى يكلمونا. فقاعد اقول لي ما يعني ما ودي انزل فيديو بعدين ما اخذ الوظيفه، واقول لا تفائلوا بالخير تجدوه، خلني انزله دام انه ما نزلت من زمان. واللي يعرف اديتر او يبغى يمسك مقاطعي في المستقبل يعطيني خبر، لان انا بديت اتاخر ترى في تنزيل المقاطع. طبعا في الاورينتيشن داي اكتشفت انه توظفنا حنا الثلاثه مو عشان اجوبتنا، عشان كيف حنا تناغمنا في الكلام. يبغون ان حنا فينا الاحترام المتبادل، الاشياء مره تيم ورك، يحتاجون تيم ورك. فتخيل الان لما اطالع ورا اقول من جد هي ما كانت منتبه على اجوبتنا، كانت مره منتبه علينا وكيف حنا يعني تحركاتنا وكيف حنا نتكلم مع بعض. فاتخيل نفسي بعد شهر انه راح اكون على الاقل اتقنت 3 اصناف، يعني مثلا الاصناف الحارة تبي تسوي كابتشينو، الاصناف الباردة ايس وايت موكا، ايس ماكياتو، الاصناف اللي ما هي بقهوة، اللي هي مثلا شاهي، لمناضة. انا سمعت ناس كثير يقولون انك راح تطيح، راح تصقع احد وتطيح مشروب، فكم بطيح؟ اتوقع اني بطيح خلال الشهر يمكن اطيح 6 مشروبات، انا اتوقع، لانه بيكون زحمة صراحة. لما اتخرج وش اتوقع اني راح اكون حققت؟ اتوقع اني حققت كل الاصناف، يكون انا خلاص عارف كل الاصناف، يكون عندي خبرة واسعة اكثر، هذا اتوقع في القهوة وانواع القهوة الاثيوبية. فاتوقع انه راح يكون عندي اسرع في الرد، اسرع في الكلام، راح يكون عندي طلاقة اكثر. هذا اللي اتوقعه في نهاية ال6 شهور. اتوقع راح انحف زيادة، لان قالوا لي طول الوقت اتوقف وما اشوف كراسي، فاتوقع اني بنحف. يمكن يجيني منصب في ستاربكس اعلى من الان، يعني منصب في تخصصي. فبنشوف ينفع ولا ما ينفع. وبس. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا على 30 مشترك. اللي يعرف أديتر، اللي يعرف أحد يقصقص المقاطع، يعطيني خبر، يتواصل معاي. أنا أكثر شيء موجود على الإنستغرام. بس والله، ويعطيكم ألف عافية، ومعليش على القطعة، ونشوفكم على خير.